شو فيش حنفية مي هان بس بديرو في الزير؟ فيش منين جبت المي هان؟ البير. والبير ركو فيه مي؟ فيش فيه مي بعيد عني. وانت اللي بتناقل مي دايما؟ وتناقل مي وبتقرا في المدرسة زاد؟ تعال شوف اشرح لي هان، شو في هان في الكهف هذا؟ شو اللي شولات هذول؟ حب تبع غنم. ها؟ حب والخالي تبعت غنم. هذول؟ وهان تعال هان هيك. هذول غراب. شو فيهن هذول؟ طحين ولبن. هذا المخزن وين مطبخكم هان؟ هاي المطبخ. وينو ها؟ وريني اياه يشر عليه. هاي هذا المطبخ. هذا المطبخ وين بتناموا؟ بننام هناك جوا في الكهف. وين هين مني؟ هذه الغرفة إلكو. هذا تسعكو؟ هذا تسعنيش. كم أخو أنتو بتناموا هين؟ العشر اخوة كلكم بتناموا هان؟ نحن ابناء ريبة النبي، نحن نعاني من المستوطنين والجدار. المستوطنين استولوا على الاراضي. هي كانت مصدر لحياتنا ويوجد فيها ابار للمياه. هل هذا السلام الذي تدعي فيه حكومة إسرائيل وحكامها، والجدار الذي بنته الديمقراطية دمر باقي أراضي هريبة النبي ومنازل؟ هذه هي الديمقراطية إسرائيل يا شعب إسرائيل؟ الله أكبر. الدنيا رمضان، شو هالقانون هذا عنده؟ هذول مزارعين هذول.